صباح الخير عليكم صباح الخير ومصر جميلة بينا وبيكم مصر جميلة بكل حاجة فيها حلوة مصر جميلة ببحورها بنهرها بناسها بأرضها بسماها مصر جميلة بخوفنا على بعض وحبنا لبعض وتقبلنا للآخر وفهمنا لبعض وكمان تطورنا وعلمنا مع بعض نبدا معاكم حلقتكم في برنامجكم مصر جميله وموضوع الاخبار معانا النهارده خبرين وزي ما انتم متعودين معانا الخبرين ومعانا فقرتين. الخبر الاول هو توجيهات رئاسيه عوده استيراد مستلزمات الانتاج ومواد الخام بالنظام القديم. وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الانتاج والمواد الخام من الاجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا علي عمليه الاستيراد وذلك بالعوده الي النظام القديم من خلال مستندات التحصيل وده كان خلال اجتماع سيادته مع مجتمع مع مجموعه الوزراء الاقتصاديه بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الموضوع ده عشان اهميته بتعود في نقطه مهمه جدا الاول النظام الجديد اللي هو سياده الرئيس عدله بالفعل للنظام القديم كان المستورد يبعت الاول الحاجه لغايه ما توصل هناك والمستلم يستلم ويطمن على حاجته والشيبمنت تكون موجوده واثناء كل المراجعه دي بعد الكلام ده كله تترد له الفلوس طبعا دوت كان ممكن او بيؤدي بالفعل مش ممكن الى خسائر قويه جدا للي بيستورد واللي بيصدر الخبر الثاني وهو عن الاكاديميه الوطنيه للتدريب توضح ملامح التنفيذيه للحوار الوطني الحوار الوطني الذي دعا دع... دع... دع اليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والخبر من بيان الاكاديميه الوطنيه للتدريب والتي اكدت على انها سوف تقوم باداره هذا الحوار الوطني بكل شفافيه وحياديه تامه على أن يتمثل دورها في التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة بالحوار دون التدخل في مضمون أو محتوى ما يتم مناقشته من أجل إفساح المجال أمام حوار وطني جاد وفعال وجامع لكافة القوى والفئات الأكاديمية كمان هتقوم هتقوم بتماد مبدأ توسيع قاعدة المشاركة كما سيتم مراعاة التنوع في أماكن عقد جلسات الحل إلى السيد رئيس الجمهورية طبعا ردود فعل إيجابية جدا من كل الأحزاب السياسية والترحيب حول مبادرة السيد الرئيس والمشاركة فيها وكل الأحزاب تقريبا بلا استثناء وافقت على هذه المبادرة وكمان أعلنت مدى التضامن في هذه المشاركة كمان رحبت الهيئه الوطنيه للاعلام برئاسه حسين زين بدعوه الاكاديميه الوطنيه للتدريب للمشاركه في جلسات الحوار الوطني كترجمه سريعه وفاعله لمبادره التي اعلنها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل افطار الاسره المصريه لاطلاق حوار وطني يجمع فئات آية المجتمع بكافه اطيافه ومختلف توجهاته وأكدت الهيئة أنه فور تلقيها الدعوة تم العمل لوضع تصور لمحاول الحوار وأليات عمله التي تستهدف ترجمة رؤية القيادة السياسية للجمهورية الجديدة ده بالنسبة لأخبارنا النهاردة فقرتين النهاردة الموجودين معنا هما الأولى هتتكلم عن الموارد البشرية مدى أهمية الموارد البشرية للدولة كيفية تطوير الموارد البشرية للدولة والزامد عليها أهميتها أي علاقتها بالتطوير واختيار الناس والخبرات إلى جانب أعمارهم وحتى كمان ونشوف مع بعض في اللقاء السكن لدور الجهد ده بالنسبه للفقرة الاولى الفقره الثانيه هتكون مع الازهر الشريف من الشيوخ وعلماء الازهر الشريف عن اروقه الازهر الشريف وخصوصا الاروقه الخاصه بتعليم الاطفال وتفهمهم الدين الصحيح نطلع لفاصل ونرجع لكم تاني على طول ونبدا مع بعض برنامجكم مصر جميله. معكم اولى فقرات برنامجكم مصر جميله ومعانا الاستاذ الدك... دكتور فوزي مدكور استاذ اداره الموارد البشريه كليه التجاره جامعه القاهره. اهلا وسهلا بك يا فندم. وسهلا صباح الفل. حلقتنا النهارده جزء الفقره الاولانيه بتتكلم عن الموارد البشريه. او الاتش ار اليوم ريسورسز زي ما في ناس كتير بالسمعه بتاعتها قبل الموارد البشريه كلمه الاتش ار ودايما كتير جدا الموظفين لما يسمع كلمه الاتش ار يقلق. تمام <applause> بس عشان نبدا الحوار صح ومظبوط ايه هي الموارد البشريه الحقيقه طبعا علم اداره الموارد البشريه اللي هو هيومن ريسورس مانجمنت تمام ده علم من احد علوم اداره الاعمال وده بيختص بكل وظائف المتعلقه بدخول الموظف من اول الاعلان عن التعيين حتى اختباره وتعيينه وانهاء خدمته ايا كان هذا الانهاء So يعني من بداية عمله في أول يوم من لآخر أول يوم, يوم. لآخر يوم تمام حياته الوظيفية دي كلها والمرتبطة بيه اختيار وتعيين <applause> جزاءات ترقيات كل الكلام ده كله ونقله ومكافئاته وخدماته كلها ده جول كل ده في الامبريلا الكبيره اللي هي اداره الموارد, الموارد البشرية. البشريه, ودي كانوا سموها زمان اداره الافراد اداره أو بعض الناس الأفراد. سموها اداره شؤون العاملين اه اما يعني المسمى الجديد حضرتك بقى اداره الموارد البشرية. البشريه اللي هي اتش ار ام. طيب بالنسبه للموارد البشريه حضرتك شايف مدى اهميتها ده رقم واحد ورقم اثنين هل الموارد البشريه والاتش ار مانجمنت هو منتشر بكثره جدا وممكن يكون مسموع أكتر في الشركات الخاصه او الشركات اللي هي المشاركه ما بين الحكومه ومن القطاع الخاص قليلا ما بتسمع عنه في الحكومه او بنسمع عن شؤون العاملين زي ما سيادتك قلت. أه. ايه الفروق ما بين هنا وهنا؟ الحقيقه طبعا لما نمر كده على التطور التاريخي للمسمى كان لها مسميات غريبه جدا ولا زالت مستخدمه في المغرب بيسموها اداره المستخدمين وبيسموا العامل مستخدم وده كان خطا شديد تطور الامر سموها اداره شؤون العاملين تمام تطور الامر سموها اداره الافراد كل دي مسميات قديمه بعد كده اعتبروا المنصر البشري او انه مورد الإنسان مورد بشري صحيح طاقة ما هوش, كو... ما هوش طاقة. تكلفة طاقة. وبالتالي أطلقت،, اطلقت المسمى الجديد وهو إدارة الموارد البشرية ولما حصل المسمى الجديد زادت الوظائف أكتر على إدارة الموارد البشرية زادت, وتعق... زادت. وتعقدت المهمة أكتر نظرا لتغيرات بيئية عديدة منها طبعا العولمة والتكنولوجيا وكبر م. حجم الشركات م. أدى كل دوت إلى تعقد الوظائف المؤدية بواسطة مدير الموارد بقدرته وبالتالي كمان دخل الكمبيوتر النهاردة النهاردة ما فيش أوراق بقى كل حاجة إلكتروني صحيح خلاص صحيح. كل شيء محفوظ بكل شيء على السيديات وعلى الكمبيوتر إلى آخره وبالتالي دخلنا في أفاق جديدة في عالم الموارد البشرية أنا ما فيش منظمة سواء عامة آه. أو خاصة آه. أو أمنية تمام إلا لابد من موارد بشرية الموارد البشرية ليه بقى؟ الموارد البشرية دي هي اللي حافظة كل ما يتعلق بمستندات هذا العامل أو هذا المدير بتاعنا كلمة عامل هنا الوركر أو الإمبلوي اللي هو الإمبلوي يعني العامل كل من يعمل فهو عامل تمام وبالتالي كل ما يختص بكل الوظائف اللي قلت حضرتك عليها بتقوم بيها إيه؟ إدارة الموارد الايه؟ البشرية. مم. طبعاً ظهرت تحديات أكبر لما كبرت المنظمات في الحجم، وظهر تحديات أكبر لما ظهرت التكنولوجيا، وظهر تحديات أكتر لما ظهر دولية وظهر كمان اي ار ام إدارة موارد بشرية دولية، في شركات مشتر مالتي مش... شركات متعددة الجنسية وجوينت فينشر مشتركة بين الدول. مم. راحت إدارة الموارد البشرية <applause> مع هذه الأشكال الجديدة <applause> من المشروعات وأصبح عندي اتش ار ام اللي هي اللوكال والاي ار ام اللي هي إدارة الموارد البشرية الدولية أو العالمية طيب عن الموارد البشرية حضرتك قلت لي أنه طبعا الكمبيوتر والتكنولوجيا تدخل بقوة جدا في كل حاجة ما مش موارد بشرية بس طبع. واللي أنا عارفه أنه فعلا الورق انتهى تمام حتى في اختيار العاملين كصفة بصفة مبدئية وليست نهائية بمعنى يعني بيجي يقول لك انه السي مثلا او ريزيومي مثلا بتاعه اللي هو الشخص اللي بيقدم الوظيفه مثلا او بيطلب الترقيه بيقدم برضه ريزيومي او سي او السيره الذاتيه بيتقدم فاللي انا عرفته انه في طريقه معينه للكتابه بيدخل اللي بيتبعت على الايميل بيروح على الكمبيوتر بيحتسب نقاط انا عليه مثلا ممكن يكون المدير عنده مثلا على الايميل 3000 سيره ذاتيه الكمبيوتر يقول له خد ال10 دول دول الصح بما يقودنا مباشرة عشان ده برضو نستفيد من علم حضرتك أن ريزومي أو سيرة ذاتية ضروري جدا ويقال عليها عليها هي علم أنك أنت إزاي تقنع حد بورقة أنه يجي يقول لك تعالى ونتكلم مع بعض فضل. الحقيقة أن أنا قبل أول وظيفة بعملها اسمها الاستقطاب أن أنا بستقطب الاتراكتيف بيبول اللي هم الناس الشطار من أماكن متعددة تمام فبعمل ادفرتايزنج بعمل اعلان تمام توظف تمام اعلان التوظف دوت بحطه النهارده على السيتات بتاعتي وببعت للشركات وببعت للنقابات وببعت <applause> للجامعات والاساتذه الى اخره تمام. بيحصل ايه بعد كده؟ مم. بعض الناس بيخشوا يكتبوا السي في بتاعتهم من السيره الذاتيه السير ويحطوها على موقع الشركه. مم. الناس دول وات بي... ايفر اي شيء انا بعمل كده بعمل بعد كده بعمل ايه بعمل كوليكشن تجميع للسيفيس دي كلها تمام بعد كده انا بقى مانوالي زمان يدويا انا كنت بفحصها واستبعد منها ايه كتير جدا بتاخد حاجات وقت طبعاً. زي ايه زي مثلا واحد مش تخصصه واحد مش عمره واحد مش الديل الكليه اللي انا عاوزها لكن هو كان مقدم وخلاص النهارده في كمبيوتر بيعمل عمليه أقول... استبعاد ن... نقاط. وبيعمل نوع من التصفيه للسيفيهات دي انت كنت حاطط معايير معينه للي انت عاوزه صح مبدئيا معايير مبدئيه آه هو بيحط هذه المعايير الكريتيريا دي وبعدين يبدا يصفي الايه السي كلها ويقول لك دول دول برضو مش نهايه لان انا لسه عامل لهم اختبارات توظف ما انا زي ما قلت لحضرتك ده, آه. ده البدايه ده البدايه خالص أنا ده, ده نمبر 1 تمام انا خدت السي في لكن مش معنى خدت السي في ان ده اللي انا هعمل صحيح. ده لسه ايه مرشح صحيح, صحيح. بعد ما اعمل له الاختبارات سواء اختبارات شخصيه اختبارات أداء، اختبارات ذكاء، اختبارات متعددة. طب هاي. هل ممكن حضرتك تقول لي بتعملوا إيه تحت سؤال ليه الاتش آر بالنسبة للموظفين والشباب خصوصًا لما يجي يروح يبدأ شغله، دايمًا كلمة الانترفيو مع الاتش آر بتخوفه. لا ده ده أحاسيس شخصية. ده لا ده بجد و... أنا ده يمكن ده بتوقع... شخصية لا, لا لا حتى حلقة. على على الإنترنت حضرتك لو أنا دايمًا بيتكلموا على الاتش آر ده إن هو بعبع. آه. لا حتى يعني. دي المفاهيم الخاطئة السائدة ولكن الاتش آر. إدارة موارد بشرية بتراعي السلوكيات بتأدي بتراعي الأداء بتدور بتعمل وظائف بالعكس شغل بروفيشنال شغل بروفيشنال لا أعرفك لا ولا أيوة م. أنا عاوز ذا وان أنا عاوز أحسن واحد من المتقدمين عشان أعمله تعيين عندي صح فطبعا أنا لو أخطأت في هذا القرار ده قرار جسيم ليه بقى حضرتك؟ هتتحمل وأنا أخطأت في اختيار سيادتك م. هتقعد عندي 20 30 سنة قرار خطأ عيشت لو أنا جبت واحد ميستيك واحد خطأ مش مناسب مم. ايه اللي هيحصل قاعد عندي اقعد عندي 20 30 سنه لحد عمر التقاعد فمعنى كده الخطا يعتبر استراتيجي مكمل. فعشان كده احنا بنتحرك الدقه الشديده لدرجه ان الفرد اللي بنختاره بعد الاختبارات بنحطه اندر تيست لمده سنه والقانون يخول ذلك ان انا اسيبه سنه كامله تحت الاختبار تحت الاختبار رو. ليه بقى لربما يكون السيستم بتاع الاختيار لم يكن ناجحا في جزئيه والله يعني آه تعمل حساب ده كمان آه آه انا ممكن يعدي من السيستم انا عايز اضمن انا ده قرار استراتيجي يعني تصفيه التصفيه تصفيه خالص يعني. ده قرار استراتيجي انا عايز اضمن لان الكوست عاليه جدا التكلفه عاليه جدا صح حضرتك كنت 30 ممتل... سنه معاه اه طبعا احتمال يقعد لحد سن التقاعد وما يموتش يعني الاكزيت بتاعته او الخروج بتاعه انه يقعد لحد سن التقاعد فطبعا القرار كان غلط ومش مناسب هيقعد انا شايله بتكاليفه بالكومبنسيشن بتاعته بالتعويضات بالاجور بتاعته بكل الخدمات البينفتس بتاعته بالالاونس بالبدلات ده كله صح. عشان كده احنا دايما نحذر مدير الموارد البشريه من ضروره تعقيد تعيين موظف واختياره شفت بقى الكلمه دي؟ اه حضرتك قلت ايه دلوقتي؟ اه ضروره تعقيد الاجراءات ب... بمعنى كلمه تعقيد يعني يعني الكلمه دي اللي بت... بترمي الرعب في قلوب اللي لا مش الرعب آه. انا انا من حقي انا اما كنت صاحب عمل خاص او منظمه عامه او منظمه امنيه او غيرها او جيش من حاجة ان انا, أك... إن أنا اخد احسن واحد أكثر. فانا بقول بعقد هنا مش كلمه تعقيد تعقيد لا ان انا اتحرى دقة في الاختيار واحط المعايير المتعدده طب نقول لسيادتك حاجه غريبه جدا بيكملوا اجراءات التعيين بان بي سيادتك بيشوفوا خطك وبيطلعوا الصفات اللي ما قدرناش نكتشفها من الانترفيو اللي عملناها لك والاختبارات اللي عملناها لك المتعددة بنستكمل ذلك بان بنجيب خبير خطوط يقرأ ويطلع التريتس بتاعتك صفاتك من خطك وتستكمل الانترفيو المقابلة من خلال هذه الخطوط وبالتالي تستكمل صفات الشخصية مهاراتها من خلال الكلام ده واللي عرفته كمان بدات تطوير جديدة اللي آه بيدخلوا الكاميرا آه. ومتابعه لغه الجسد بتاعتك الى اخره حضرتك زي. احنا في عالم عالم بقى ساينتفك قوي بقى علمي جدا جدا وبقينا نتحرى الدقه الشديده بحيث من يتم اختياره ده ذا بيست اوف ذا بيست يعتبر افضل الايه؟ الافاضل هو ده ذا بيست اوف ذا بيست وبالتالي الشركه كده تكون نجحت ده حتى في ك... في كمان ان انا بشوف نفسي انا كاداره موارد بشريه هل نجحت في اختيار ده ولا القرار بتاعي كان خطا ولا ايه عشان اقيم نفسي واعمل فيدباك تاني لا ربما السيستم بتاع الاستقطاب والتعيين فيه يكون في خطا اعدله كمان واعمله موديفيكيشن تعديلات لا ربما يكون فيه خطا انا عملته انا بسيبش نفسي خالص مرض البشريه الان اداره علميه علم وفن فن اجراء المقابلات بقى ازاي تجري المقابلات وتعمل اختبارات في أمريكا يقول لك ايه انا في عندي الشخص اللي متقدم ده في عندنا سوفت وير وهارد وير الهارد وير اللي هي الكواليفيكيشنز المؤهلات بتاعته اما السوفت وير بقى البيهيفير بتاعه سلوكه الاي و... <applause> كونتاكت اه هو قاعد معايا ازاي ولابس ايه ولابس ايه درس بتاعه لابس ايه بيتكلم ازاي بيرد ازاي العينين ال... عامله ايه هل هو شخصيه عشان انا خايف انه يبقى ستايل شخص يعني هجومي وبالتالي لما يخش عندي في الشركه يعمل لي مشاكل يعمل لي كونفليكت صراعات صح. فانا بتحرى دقة وتحرى الدقه لا يعني التعقيد تحرى الدقه ان انا بتكلم بظروف العلميه كلها وبمهارتي الفنيه والسلوكيه ان انا اختار ذا بيست اوف اما انت بقى كمتقدم لشغل الوظيفه تشعر بالخوف عشان كده احنا بنقول ايه في دورات بقى تهيئ هؤلاء الافراد دورات ارشاديه بتهيئ الافراد دول ازاي تعمل انترفيو ده ده من الاول ده بتعلمه آه كتابه آه السي في اه قبل السي في بقى بنعلمه ازاي تكتب السي علميا صح ازاي تبقى في المقابله هادي جدا ازاي تهتم بالملبس بتاعك ازاي تتكلم بالسبيكنج بتاعك ازاي تعمل اكتف لسننج ازاي تعمل انصات جيد للي بيكلمك ازاي ترد على السؤال ازاي ما تبقاش اجريسيف حاجات كتير قوي بنعلمها للايه للشخص قبل ما يخش مفروض يعلم نفسه او او انه يروح جهات بتساعده على ذلك عشان يكسب الايه في في خطأين شائعين جدا في دراسات السي في او ريزيوميه بيقول لك في خطأين شائعين جدا خصوصا هنا يعني لانه كتابه السي في هنا بتبقى ارتجاليه اكتر. واحد انه يحط صوره خصوصا الصور اللي بتبقى بوز ده غلط لان هي صوره السي في او ريزومين لازم كانها صوره باسبور لأنك انت رايح لمدير. ادي واحد. انا حاجة طبعا لصاحب العلم اللي <applause> تقول لي الصحيح. <applause> اثنين <applause> السكن. ليه بقى؟ بيقولوا احيانا انت ممكن تكون كواليفايد وتمام بس الوظيفه مما مما يعني يجعل المدير يتوقع الغيابه والتاخير على العمل يوميا او اسبوعيا مما يؤدي الى فشل الوظيفه فبيستبعدك والله ديت انا بعتبرها مشاعر ذاتيه بيشعر بها المتقدم للوظيفه ودي ما لهاش اثر عندنا خالص خالص لا خالص. خالص. سكن لان احنا عندنا مبدا احنا شغالين فيه في المرض البشري نو ديسكريميشن no لا تمييز حلو. بين الناس في اي معيار الا بالكفاءه لا سن الا بالكفاءه انا بقولش التمييز ايه لا سن ولا لون ولا ديانه ولا 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 كبر ولا اي شيء ولا اصول الى اخره ولا سلاله احنا ولا ديانه احنا لنا كفاءة. الشخص كونك انت سيادتك ساكن في الحته الفلانيه سوري يعني انا ممكن لو تعينت يمكن الشركه عندها ساكن هتديك ساكن مثلا يمكن انت لما سوفك الماديه تتحسن هتيجي تاخد شقه عندي مزبوط. ده خوف ملوش مبرر الصوره بتاعتك لسيادتك وحشوفك فيس تو فيس في المقابله وبالتالي انا هشوف هشوفك وبالتالي يعني الصوره دي يعني رقم ملوش معنى يعني لان انا حشوفك وقابلك واتكلم معاك فالصوره ملهاش ابدا زي ما انا قلت الصوره حاجة. ملهاش لازمه خالص م. لان انا هشوف سيادتك وقابلك واكلمك واقيس حاجات كتير فيك انا عاوزها وبالتالي أنا بقيس فيك إيه؟ الصفات اللي الوظيفة عاوزاها. صحيح، مش أنت. لا مش أنت، م. أنا بقيس الوظيفة اللي أنا حطك فيها دي، أنت مؤهل كواليفايد إنك تخش هذه الوظيفة ولا لا؟ صح وبالتالي حقيس الصفات، وأقيس السلوكيات وأشوف الموتيفيشن بتاعك والبرسوناليتي بتاعتك الشخصية بتاعتك، هل أنت قادر على تحمل أعباء هذه الوظيفة؟ صحيح. في الآخر خالص لو أنا خدتك بعمل لك كشف طبي بقى. أعمل لك كشف طبي للتأكد من إن أنت خالي خلوك من الأمراض, الأمراض أو الإصابات يعني اللي تمنع عملك. طبعا وبالتالي آخر مرحلة في مراحل الاختيار المتقدمين لشغل الوظائف إن أنا أعمل له كشف طبي. طب ليه بقول لستك كده؟ بعض الشركات كانت في الأول تعمل كشف طبي للمتقدمين في الأول. ماشي. وده كان خلط كان بيكلفها كتير وفي ناس كتير جدا بتقنش اه عشان الحاجة بتقصد بيعمل العدد كبير كله آه ايوه ده انا مم. كده بتحمل تكاليف كشف طبي على على 1000 واحد وكلهم دول مش هاخدهم فعشان كده الشركات بقى وعيت وعرفت ان ده خطا تعمل الكشف الطبي ذا لاست ستيب اخر مرحله لان انت اخترتهم طب اللي انا اخترتهم كمان منهم 10 وانا عاوز سبعه اعمل ثلاثه ويتنج ليست لربما السبعه اللي انا اخترتهم واحد, واحد يصعد و... في خلال السنه اه تستدعي له ظروف تستدعي اروح انا مستدعي من الويتنج ليست من قائمه الانتظار ان واحد يجي انا اختبرته وكل حاجه يجي مكان لازم اكون عينه احتياطيه علشان انا ايه اخد الشخص ده وبالتالي انا بعمل ويتنج ليست دايما في اي وظائف لربما تحصل اي ظروف قدر واحد مات صح. قدر واحد خد وظيفه ثانيه صح، ومشي صح. ظروف صح. انا بقى مش هعمل مش هعمل بقى اعلانات لا. عندك الباك اب خلاص بقى انا عندي الايه الباك اب بتاعك الويتنج ليست بتاعتي وبالتالي بسحب منها واجيب الشخص ده وانا مختبره قبل كده طيب واضح انه السيستم قوي جدا خصوصا طبعاً. في التطور اللي احنا فيه طبعاً. ده بس هو واضح انه قوي جدا في الشركات نعم دور بقى الموارد البشريه لان سياده الرئيس تحديدا سنه 2019 وجه حتى في الحكومه في في الاجهزه الحكوميه زي المبنى ده حتى هنا بدا تغيير المسمى فعلا اداره الموارد البشريه لا بود لا بود وحاجات كتير جدا تمام بالعكس في, في المسمى والمحتويات بالظبط وبدا يوجه بالتركيز واعاده تهيئه وتاهيل الموظفين كلهم طبعا ايه الموارد البشريه لما تخش على الجهات الحكوميه كامله الحكومه كلها نعم هتقدر تدير الموضوع ده ازاي في عدد كبير وقديم الاهم ان هو قديم الحقيقه احنا عندنا مبدا عام من المبادئ الاساسيه ان جميع وحتى في عندنا حاجه اسمها اداره الجوده الشامله كي ام بتقول ايه مبادئ اداريه يابانيه بتقول جميع الافراد سواء مدير عام او لواء او 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 كلهم يخضعون للتدريب هذه قاعده اساسيه واحد مع اختلاف برامج التدريب لكل مستوى تبقى للخبر تبقى للمستوى اللي هو فيه إدارة عليا له برامج تدريب إدارة وسط له برامج تدريب معينة إيه, إيه الإدارة المباشرة لها برامج تدريب مؤمنين إن كل مستوى له نوعية البرامج التدريبية اللي إيه اللي تناسبه والقاعدة إن جميع الناس اللي عندي دول حتى تحدث تنمية الموارد البشرية م. لابد من إجراء التدريب والتأهيل تمام أنا بدربك يعني بكسبك فاليو بكسبك قيمة. اكساب الموظف قيمة بيكسب الشركة بتاعته قيمة. صح. كل ما انت سيادتك تبقى كواليفايد ومعاك برامج كتير كل ما الشركة بتاعتك هي رخرة عليت. صحيح. عشان كده انا هزودك فاليو وازود شركتك فاليو عشان كده التدريب في غاية الأهمية. تمام. التدريب بقى مين اللي بيعمله برضه؟ برضه البشرية. بتشوف بتصنف احتياجات البشرية الاحتياجات التدريبية بتعرفها من الشركة بتاعتها. وبتسال وبتعمل قوائم استقصاء وبتلمها وبتكلم المديرين بتاع كل اداره ان يبعت لي الاحتياجات التدريبيه للعاملين عنده. بعد كده انا باخد الاحتياجات التدريبيه دي والمشاكل اللي بتواجههم بحولها الى ايه برامج تدريبيه. البرامج التدريبيه دي اما ان انا اودي ناس خارج البلاد او ان انا اعمل ان هاوس تدريب داخلي او ان انا اعمل تدريب خارجي لدى مراكز التدريب او لدى الجامعات والمعاهد التعليميه. مم. في كل المجالات دي. تمام. بس ايه المشكله بقى؟ البادجت الموازنه الموازنه لازم نكبرها شويه، وانا من خلال هذا برنامج حضرتك بدعو الى كل المديرين والدوله انهم يوفروا الموازنات التدريبيه عشان نقدر نلبي الاحتياجات التدريبيه لان دي اللي هتزود الانتاجيه. تمام، استاذ أه. دكتور فوزي مدكور حضرتك شاعر. نعم. طيب، ااا أه. وانا لسه قايل دلوقتي الموارد البشريه معروفه ان هم دايما بيبقوا ناشفين وعاك بالبيت شعر زودت بالبيت شعر يعني ناس طيبين قوي انتوا بتبقوا برامج وسيستم معقد اللي آه. طب اثبت بقى للناس الموضوع حنين شويه والله هقول لكم حاجات بس احنا في دقيقه عايزك تثبت للناس بس ان الموضوع ده اسطوره لا ناس طيبين خالص يعني مثلا ايه اسمع سيادتك مثلا لمين ضحكتك ده في الموارد البشريه لا ده رومانسيه بقى خارج المرض البشري قولي لي لمين ضحكتك قولي لي لمين دايما بتبكي ولا اشوفش منك غير الم ويا معايش قلبي حزين دايما بشوف شكوتك ان الليالي جراحين امال فين ضحكتك قولي لي لمين دايما تقول السهر ونجوم حيارة سهرانين وان قلبك انكوى بنار بتحرق محرومين ودايما بتشكي في الهوى بعيون حزانه مدمعين امال فين ضحكتك قولي لمين؟ ارتك نفسي مرة أشوف غنوة وعيون بتضحك فرحانين وأشوف قلبك وشايل بسمتك ما انتش حزين يا حارمني ضحكتك قولي شايلها طب لمين؟ اتش ار <تصحكي> وضحكتك أقول واحدة كمان كده صغير حلمي معاكي الوقت هنك... الوقت بس أنت كده خلاص أثبت أثبت الوقت 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 طب اول حاجة وطنية؟ <applause> طب اتفضل بس سريعا ثواني حلمي معاكي حلمي معاكي أبقى هواكي وأعيش وياكي العمر سنين ترسمي بسمه مع ايامي تحضني قلبي بشوق وحنين ترسمي فرحه ويا ليالي وتعيشي جنبي سنين جايين وحس بقلبك شايل حبك واحنا معاه في السما طايرين وإن هواكي هيعيش عمري وعمري معاكي ما هبقى حزين وانك عايشه معايا في فرحه والاحزاننا مش عارفين ويبقى هوايا هو هواكي ودنيا سنينها مش حاسين ساعتها هقول لك انت حياتي ونفسي اعيشها سنين تانيين يلا تعالي قلبي شايل لك حب وعنده مين يستاهله وغيرك مين هنشوف الموضوع ده بعد الفصل <applause> <applause> شكرا جدا استاذ دكتور فوزي مخلوف